السلام عليكم، معكم الفنان عز الدين الزناقي من مدينة فاس، وبصفتي رئيس جمعية البسمة للثقافة والتربية والفن، وكذلك المدير الفني للمهرجان الدولي البسمة لمسرح وأغنية الطفل بمدينة فاس. برنامج ديال الإيكو اللي كيقدم فيه إيكو هذا الجديد، الحلقة الأولى. صراحة أنا لما شفت الإشهار بعدها في الأول ديال البرنامج فرحنا، لأن فنان هو معروف تبارك الله عليه، طموح وعنده ما يقول في الساحة، ولكن تفاجئنا أنه كيطرح شي أسئلة للأطفال الصغار العمر ديالهم 4 سنوات، يعني بعيدة عن السن ديالهم. مثلا قال ليه، سولوا على الاب على الام ديالو، وقال ليه واش انت حط عينيك على شي وحده، واش هذا سؤال كيتطرح للطفل في العمر ديالو 4 سنوات. يعني ديك المجهودات حنا اللي كنديروا ديال التحسيس وديال التربيه ديال 25 سنه، جا سي ايكو وضربها لنا في الزيرو. انت راه مسؤول، هذاك الطفل اللي جا عندك البرنامج انت مسؤول عليه، شنو كتعطيه، شنو خصك تعطيه؟ تعطيه ما هو ايجابي، ما هو تربوي. في نظري السي ايكو لما جاتك الفكره ديال البرنامج، هي فكره جيده زوينه، ولكن لما جاتك كان عليك تبحث في مجال الطفل وتسول الاخوان اللي سبقوك فنانه في هذا الميدان، والحمد لله كاين برامج ديال الاطفال عندنا في القنوات، راه كاينه، ولكن انت دابا راك مسؤول على البرنامج، خصك تكون قدوه. ربما ستستعطي في الفكاهه في المسائل الكبار، ولكن الطفل راه صعيب بزاف باش تنزل المستوى ديالك عن الطفل وتتكلم معاه وتتحاور معاه. الطفل راه مسؤوليه ومسؤوليتنا جميعا. فانا نتمنى لك التوفيق، ولكن عيد النظر في بعض المصطلحات ديالك، وتفرج في بعض البرامج ديال الاطفال، ونتمنى لك مسيره موفقه. هي الكلمه اللي قال ديال واش عينك في شي طفل حشومه وعار، حنا راه دوله اسلاميه وخصنا نحترموا التقاليد ديالنا والعادات ديالنا. يعني انت الا قلتي له ديك الكلام، هذا الطفل كي قلت لك راه عجين، راه يشد ديك الكلمه ويبلورها عنده في القسم مع الاصدقاء ديالو، يبلورها مع الام والاب ديالو في الدار، ما يبقاش ذاك الاحترام. راه حنا كنا مسؤولين، كي قلت لك راه الاب والام مسؤولين في الدار كاسره، التعليم الاستاذ والمدير المسؤول في المدرسه، الشارع راه الناس مسؤولين على الاطفال، يعني خصنا نعطيهم شي حويجات اللي زوينه تربويه. لا انا ولدي، انا البارح الصراحه كنت تيتفرج ومنعته، قلت له صافي ستوب، لان انا ولد الميدان، انا راه 25 سنه وانا في هذا الميدان، تنقوم بجولات عبر اقاليم ومدن المملكه المغربيه السعيده، وما عمرنا طحنا في هذا المستوى هذا، ولكن بحثنا وكنقلبوا وكان شي حاجه ما كنفهمولهاش، ولكن الحمد لله كاينه تجربه عندنا. اسمي احمد البقالي، في المجال الفني في التنشيط التربوي، ورئيس جمعيه الرعايه للعمل الخيري العطاء الله ينطفئ، جمعيه وطنيه، ولي الحمد لله خبره في التنشيط وفي الفن التربوي، خصيصا بالنسبه للاطفال او بالنسبه للعروض ديال الكبار. هو في الحقيقه البارح حتى كنتفاجئوا خلال البرنامج اللي كنشوفوا، يلا دخلنا للدار وكنشوفوا اول حلقه اللي كيدوزها الاخ الكوميديان الاخ ايكو، وتيدوز البرنامج مع الاطفال الصغار. هادو غير مصطلحات باش يكونوا ولا باش نتبعوهم كدوله اسلاميه، ولا بالنسبه للابناء ديالنا داخل المنازل، هذا برنامج يعني غيتسمى انه تافه، يعني ما ناجحش 200% ما ناجحش، لان خاص يكون برنامج اللي هو تربوي، ولا تكون فيه رساله خصيصا للاطفال الصغار، ما ينحرفوش ولا يكون اناشيد تربويه، تكون بعد لقطات الالعاب خفه الالعاب السحريه مثل الاطفال، شي حاجه اللي غادي تكون منها الطفل. يعني لو حاب هذا غنجيو نسولو الاطفال الصغار كاملين اللي تبعوا الحلقه، اول حلقه البارح نقول له شنو استفدتي، هيقول لك ما استفدت حتى شي حاجه. وهذا ما هذا المنبر كنوجه الخطاب ديالي للاخ ايكو، يعني البرنامج ديال الطفل اصعب برنامج هو برنامج الطفل، يعني لما كنتش غدير شي حاجه اللي هي في المستوى اللي هي بروفيسيونيل، غير لو حبذا ما ديرهاش من الاحسن، خليك في التخصص ديال التنشيط. اما بالنسبه لبرنامج الطفل، اول حلقه حنا كنا كنتفاجئوا لان هذاك الشيء غيكون في المستوى الطوب، ولكن للاسف
كنتاسفوا ان دازت اول حلقه فاشله، بان داكشي دون المستوى، يعني برنامج الطفل تافه جدا، يعني ما دازش داكشي، ما داوش واحد الرساله ليا في المستوى. كنشوفوا غير الاباء كيضحكوا، وبعد الاباء لو انهم الا ما كانش عندهم التعليق من بعد البرنامج اللي كانوا حاضرين معاه في نفس السيناريو ولا في نفس البلاطو، الا ما كانش عندهم تعليقات هكا، راه حتى هما كيتسموا دول المستوى، لان خاص يكون عندهم التعليق في هذا السياق. ولا كانوا هما غير كيضحكوا ومزيدين الابناء ديالهم لواحد الجهه اللي هي في دون المستوى، انا ما نبغيش. ولكن انا بالنسبه كنصيحه للوليدات العائله والاهل، هاد اخر حلقه غادي تكون باش يزيدوا يتفرجوا فيها، لان داك الشيء شفناه تافه دون المستوى. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع